ففقرة السوشيال ميديا النهاردة فقرة يعني مختلفة شوية، يمكن مرتبطة بعيد الحب، والمفروض ان احنا يبقى عندنا ألفة ومودة وحب بيننا كلنا. لكن الحقيقة مين فينا بقى ما تعرضش الموقف كده وفكر يستعين بناس وقف معاهم قبل كده وللأسف الشديد ما لقاهمش واقفين جنبه في الوقت اللي هو محتاج لهم. الحقيقة الموقف ده حصل مع ناس كتير، وده كان محور الحديث النهاردة على السوشيال ميديا. ترند كده اسمه اللمة الكدابة، كتير قوي تفاعلوا مع هذا الترند. يعني منهم رضوى العراقي كتبت وقالت انا بحبش اللمه الكدابه ولا الدوشه اللي حوالينا، هم كام واحد كده يتعدوا على الصوابع اللي بخليهم حواليا جوه دايره معارفي الصغيره اللي بحسهم قوي يشبهوني وبرتاح لوجودهم. مفيش مره جريت اوسع الدايره دي الا وحسيت تاني ان انا لازم ارجع تاني ومش لاقيه نفسي فيها. ده رايي. في بعض الناس بتقول لك لا احنا بنحب اللمه، وخاصه ان احنا جايين بقى داخلين على شهر رمضان الكريم، كل سنه وحضراتكم بخير، ودايما الناس تقول لك اللمه حلوه واللمه تحلى بالناس الكتير. طيب ناصر عرفات بقى بيقول كده، ناصر نشر صوره يعني وشارك بيها طبعا الهاشتاج ده، لكن كتب كده يعني يمكن موقف مختلف. هو شايف ان الشده بتغربل اللمه الكدابه، فعلا الناس الكويسين هم اللي بتكتشفهم وقت الشده، والناس اللي بتتلم حواليك وانت في مركز كويس وانت في منصب كويس وانت دايما فرحان، دول ناس بتزول لو انت في شده. فلازم الحقيقه تعرف امتى صاحبك وامتى الناس اللي تقربها منك لو الناس دي هي اللي تواجدت في وقت شدتك. ده رأيي، والحقيقة أن الرأي ده أنا شايفة أنه هو رأي صائب جدا، بس ده مش معناها أبدا أن الناس وحشة، معناه أن ممكن يكون الناس بتنشغل، فلو حد انشغل عنك يبقى ده مش باقي لك. ده باختصار. تعالوا بقى نشوف باقي التعليقات كده من خلال هذا يعني الهاشتاج ونرجع نكمل مع حضراتكم.